شكري يتوجه اليوم إلى السودان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا. اليوم انطلاق محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة المبعوث الأممي ديمستورا. الجيش اليمني يتمكن من تحرير مواقع استراتيجية بمحافظة البيضاء. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم إلى السودان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده غدا الخميس بالعاصمة السودانية بالخرطوم. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية إن اجتماع الخرطوم سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار تجاه تلك المستجدات، فضلا عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة. تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة الكازاخية أستانا الجولة 11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار في إدلب ولجنة صياغة الدستور والإفراج عن المعتقلين. ويعقد ممثلي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة لقاءات منفصلة مع وفود الدول الضامنة. وكان مكتب المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا قد أعلن أنه سيشارك في المحادثات وسيترأس اجتماعا مع مسؤولين كبار من روسيا وتركيا وإيران بصفتهم الدول الداعية لاجتماع سوتشي. تمكن الجيش اليمني من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بمحافظة البيضاء بعد هجوم عنيف على ميليشيا الحوثي. وقال قائد عسكري يمني إن طائرات التحالف شاركت بفاعلية في إسناد الجيش اليمني، حيث دمرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لميليشيا الحوثي، كما استهدفت تجمعات متفرقة للميليشيات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي أن بلادها ستتمكن من عقد اتفاقيات تجارية جديدة من بينها اتفاقيات مع الولايات المتحدة بعد الخروج من الاتحاد. وكان ترامب قد علق أمس على اتفاقية بريكزيت قائلا إنها تبدو وكأنها صفقة كبيرة للاتحاد الأوروبي. كشف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين قضايا الأمن والحدود وسباق التسلح والموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط. وسيقومان أيضا باستكمال مناقشات قمة هلسنكي. وكما استبعد بولتون أن يسفر اجتماع ترامب الرئيس الصيني على هامش القمة عن اتفاق جوهري بين البلدين. Of Argentina, he'll meet with President Moon of South Korea. He'll meet with President Erdogan of Turkey. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.